يا أخوان أنا أساساً كنت برد عليها وأعلمها من هو ياسر ومن هي منال، بس من حسن حظها أن واحد من العيال الله يهديه فصل المودم بالغلط وانقطع البث، ولا مو من عوايدي أنا اللي أنحاش أعرف أرد عليها. يا أخوان أنا أساساً كنت هلا جورجيو، هلا جورجيو، هذا الرد صورته وجاهز للنشر، انشر يا الذيب واكتب التيك توكر ياسر يرد على منال وحط علامات تعجب كثير. وش منال وذي؟ هلا يبا سلامات، وش فيك؟ لا ما فيني شيء، انا رجلي توجعني ما اقدر اسوق، ابيك تودينا عند ابو بدر عازمنا. ابشر ابشر، بس ترى بحطك وبروح، لا خلصت دق علي ارجع اخذك. سواق انت؟ وش اللي تحط اللي تمشي؟ ابيك تروح معي، ابيهم يعرفون من هو ولدي ياسر، دايم اخويا في الاستراحه. الموضوع مو بكذا الله يطول عمرك، بس اخي بس لا تجادلني الله يحفظك، تجهز ونروح الناس، ما نبي نتاخر عليهم. يا هلا يا هلا والله مرحبا، السعد المباركه، يلا انت حييهم جميع وكل باسمه، يستاهل كل واحد حاشي وطليين، بس الحلال ما بعده ضوء. يا هلا ابو ياسر. الله يحييك، شلونك؟ ترى هذا ولدي ياسر. ونعم والف نعم بياسر وابو ياسر والجميع، يا هلا والله مرحبا. ياسر ابوي وشلونك؟ عساك طيب؟ كيف الحال يا ولدي؟ بشرنا عنك، عساك ان شاء الله طيب. أفا سلامات، عسى مو بالولد مو بيسمع ولا طرم ولا شيء، ايش فيه؟ لا بس ما فيه العافية، ترى بس يمكننا متوتر شوي. بس متوتر؟ يا شو 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 سمي خليك، هذا مو بياسر اللي في التيك توك إلا هو. خير يا عيالي، وش عندكم؟ وش السالفة؟ يبا هذا هو ياسر اللي في التيك توك اللي البنت قالت له يا هطف. يا هطف؟ وشو هطفه؟ تعال يا هطف. وش عنده ذا هطف؟ وراه هجي بعد ترك. تعال يا رجال، وش السالفة؟ وش القصة؟ أقول يا عيالي تعالوا تعالوا علموني وش السالفة، تعال وروني المقطع، امشوا. شخلي شخلي ورني. اسمع اسمع ايش قالت. ياسر الهطف. اي والله هطف. وهذه كل السالفه يا يبا، فشلتني وسويت وجه عند العالم، العالم كله تقول ما غير حي الله ابو ياسر، ارحب يا ابو ياسر، التقهوى عندنا ابو ياسر، وانت في الاخير مع مبزره في التيك توك. اعتذر منك يا ابوي والله. مشينا مشينا مشينا، خلينا ناخذ اغراض البيت، مشينا. ياسر يا هطف، ولك عين تطلع من الشارع ما عاد. ياسر يا عيال شوفوا، ياسر يا هطف، تعرف منال؟ يا عيال ما له داعي، أبوه معاه. يا عم ترى ولدك هطف. سود الله وجهك. يبا أي أحد يتكلم لا تلتفت له ولا شيء، سو نفسك ما تسمع وامش. اسمع بعد كذا، لا عاد لا تاخذني ولا توديني ولا تجيبني، أنا بدل لي أروح واجمع السواق. بالله هذا رد، هذا رد، وش اللي خوي فصل النت بوجهه؟ وش ذا التصريفة الخايسة؟ قسم بالله انك تفشل وتنرحم، وعذرك السخيف اكبر اثبات انك زلابة وحطف. يلا خذ الحين، غلطان غلطان انك رديت عليها، ليش ترد عليها بالحلال؟ يلا تفضل شوف، خذ الردود، كلمة الهطف شعلت اكثر من اول. يا ابن الحلال وش اسوي؟ جورجو قال لي قل كذا. من جورجو؟ هذا خبير حق التواصل الاجتماعي، استشرناه وقال قل الصدق لأن الصدق من جات. يا أبوي الخبير ده نفسه قلب عليكم وعززنا على التغريدة، لا وحط كلمة هطف في هاشتاج، هيا ألقم. أنا عندي اقتراح. أنت ورا ما تعض لك على شحمة لأكوفن كينا، كل اللي صار هذا بسبت كنت، أبوي كرهني كره يمشي معي ومتبشل مني. تدري تعال معي برا شوي. إيش تبغى؟ قل معي برا شوي، قل استنى. عزتين وهالكفته خليه يستاهل الرمه.